دولة الإمارات تدعم المرأة العاملة بشكل كبير. هذا اللي سايرين على خطا ومقولة المغفور له بإذن الله شيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي تقول أن للمرأة كيان يعمل وله دور كبير في أن يصنع تاريخ دولة الإمارات، وهذا اللي أكد عليه باستمرار أيضا صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد الله يطول بعمره حاكم الإمارات. وأيضا مشاهدينا المقولة الشهيرة أن للمرأة روح وهي روح المكان لسيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هناك جائزة تحفز وتشجع أعمال المرأة وسيدات الأعمال. نتعرف عليها من خلال وجود ضيفتنا الأولى لهذا اليوم. نصبح عليك بالخير حياة الله ويانا مريم الفلاسي، الأمين العام لمجموعة دبي للجودة، حياة الله ويانا. الله يحييك إن شاء الله. حياة الله. إذن جائزة الإمارات للسيدات والتي يرعاها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، نتعرف عليها أكثر وأكيد شروط الالتحاق بهذه الجائزة. الجائزة حاليا نحن في دورتها التاسعة، انطلقت سنة 2003. كانت الفكرة مقتبسة من جائزة في دولة أستراليا، وشركة شيل خاطبت مجموعة دبي للجودة، ومن خلالها أسسنا أو طلقنا هذه الجائزة سنة 2003. نعم. واستمرت مع الوقت في تطور، يعني ما كانت مثل ما بدت عليها، كانت بس شريحتين اللي هي المهنيات أو المهنيات أو صاحبة الأعمال. نعم. بس طورنا أن خلينا بعض الجوائز الفرعية اللي تنبثق من الجائزة اللي هي تتخصص في الريادة، في المسؤولية الاجتماعية، يعني البارعات في هالمجال ممكن أن نكرمهم بطريقة ثانية. نعم. فزادت يعني أقسام هذه أقسام الجائزة. نعم. والجائزة والفائزات بالجائزة عشان نعطي المجال لشريحة أكبر تتغطى الجائزة. حلو. إذن جائزة الإمارات للسيدات تقدم وتكرم وتحفز المرأة العاملة في دولة الإمارات، سواء كانوا مواطنات أو حتى مقيمات. مقيمات. نعم. هي مش للمرأة العاملة فقط، يعني بس تعقيبا على كلام. نعم. هي شريحتين، المرأة العاملة أو صاحبة الأعمال. يعني. نعم. صاحب يكون شركات أو مؤسسات أو أعمال خاصة. بشكل إن تكون يعني مثلا عندها شريكة في شركة معينة. نعم. أو هي صاحبة الشركة وغطت على استمرارية هالشركة 3 سنوات. نعم. وأثبتت نجاحها فتقدر تقدم على الجائزة. بالإضافة أن المهنيات بعد إذا كانوا من المواطنات أو المقيمات في دولة الإمارات اللي أثبتوا نجاحهم أو حاسين أنهم قادرين يقدمون على الجائزة، أكملوا 3 سنوات في دولة الإمارات من العمل في نفس المجال، من حقهم أن يقدمون على الجائزة. مش لازم للفوز، ممكن أن يأخذون يعني لما يقدمون احنا يعني القيمين على الجائزة عندنا نعطي تقييم على أعمالهم أو نعطيهم نصائح كيف يطورون نفسهم أن يعني ويقدمون ثاني سنة مثلا على الجائزة. نعم. يعني مو بشرط أن تكون جائزة فقط، تكون فايزة بالجائزة، في كل الأحوال بتستفيد. أنت فايزة. نعم. بتستفيدين من النصائح اللي من المسؤولين، كيف انت تطورين نفسك في مجال الرياده او المسؤوليه الاجتماعيه، كيف ممكن تبذلي الجهد ان انت تكونين مرشحه او فائزه بالجائزه في المرحله في السنوات القادمه. اذا بتستفيد المراه بشكل كبير من خلال يعني الالتحاق بهذه الجائزه او التقديم على طلب هذه الجائزه. بالنسبه لسيدات الاعمال اللي يتابعونا حاليا او حتى العاملات، اذا حابين انهم يلتحقون بهذه الجائزه او تقديم عليها، هل هناك شروط معينه يجب أن تتوفر؟ الشروط الأساسية مثل ما قلت لك، إذا هي كانت تخدم في نفس المجال مدة 3 سنوات في دولة الإمارات، إذا كانت مهنية، وبالنسبة لصاحبة الأعمال إن هي قائمة على عملها أو على شركتها 3 سنوات. وفي معايير ثانية فرعية للجائزة، يعني تقديم الطلب قبل نهاية التقديم اللي هو 19 أبريل آخر. نعم. يوم للتقديم. في أشياء معينة كل نقطة تعبيها في الاستمارة تعطينا دلائل تثبت هالموضوع، أساس أن اللجنة القائمة على التقييم مو متحيزين، وناس يمكن ما يعرفون يعني رئيس اللجنة هي إنجليزية. نعم. وعندنا الجماعة اللي في اللجنة
ما عندهم أي تحيز، لازم تكون في دلائل معينة على الكلام. مثلا صاحبة الأعمال قالت أنا أطور موظفيني، فتعطينا أي إثبات أو دلائل أو صورة أو تكريم للموظف يأكد كلامها على أساس القيمين على الجائزة يشوفون الدلائل ويقدرون يحكموا بدون تحيز وبدون رائع. يعني يكون في شفافية. نعم يعني. حلو. بالنسبة لأهداف هذه الجائزة وايضا بالنسبه يعني ما اعرف اذا جايبه ويات اسماء يعني اللي فازوا خلال السنوات الماضيه، واهم هذه الاسماء اهم هذه الاعمال التي تم ترشيحها، وكم جائزه تقريبا في خلال هذه المسابقه نقدر نقول؟ هي يعني مثلا هاي السنه احنا عندنا رئيس يعني فائزتين، واحده على على يعني فائزه مهنيه وفائزه على مستوى صاحبات الاعمال سيدة. ان وجدت يعني في بعض الاحيان احنا ما نطرح ما تكون في وحده فايزه لان المتقدمات ما وصلوا للشريحه الخصائص يعني المطلوبه. نعم. فممكن ان احنا عادي يكون التكريم من غير يعني وحده من الفائزات تكون مو موجوده. نعم. ثاني شيء عندنا كل فئة. نقطة هي كل فئة فرعية اللي هي مثلا فئة الريادة، فئة المسؤولية المجتمعية هي. فئة الإدارة المالية والتخطيط الإداري، فئة الرابعة اللي هي الابتكار هي. لكل فئة ممكن وحدة تكون مبارعة بشكل عام لكل شيء، بس لما نشوف ورقتها تكون مركزة مثلا على الخدمة المجتمعية وهي بارعة بشكل ملحوظ هي. فممكن هاي تخضع لتكريم كفائزة في الشريحة هاي الخدمة المجتمعية. إذن الأبواب مفتوحة إن شاء الله حتى تاريخ 19 أبريل للالتحاق بهذه الجائزة. ومتى بتقومون بالإعلان عن الفائزات؟ إن شاء الله هو بيكون في آخر شهر مايو 30 أو 31 مايو بتكون في حفل بحضره سمو الشيخ إن شاء الله أحمد بن سعيد المكتوم رئيس طيران المدني الراعي الفخري للجائزة، وبيكون التكريم والإعلان في يوم الحفل يعني ما يكون مفاجأة في إعلان مفاجأة، فكل المرشحات بيكونوا حاضرين وذويهم والإعلان بيكون مفاجأة لهم، ودائما إحنا نجعل مفاجأة عشان الكل يحضر والكل يشوف ليش الشخصية الفلانية نجحت، وكلهم يعني بعض السيدات مثلا ما نجحوا هالسنة أو ما فازوا بهاللقب يقدمون السنة اللي بعدها، وفي بعض الأحيان 4 سنوات متلاحقة بعض الشخصيات تقدم تفوز. وفي النهاية تفوز لأن هي تطور نفسها خطوة بخطوة وتأخذ الملاحظات المرجعية اللي نقدمها أو القائمين على الجائزة يقدمونها لها، والحمد لله يعني الجائزة من نجاح إلى نجاح إن شاء الله. جميل. إذن السيدات اللي بيقبلون على هذه الجائزة وبيقدمون فيها فائزين بكل الأحوال، حتى لو ما فازوا بالجائزة بيكسبون أكيد بيكتسبون الاستشارات الخاصة بالأعمال اللي أنتم بتقدمونها والنصائح الخاصة في مجال الأعمال. أيضا بالنسبة لأهداف هذه الجائزة على مستوى دولة الإمارات أو على مستوى الخليج، ما هي أهداف هذه الجائزة؟ أهدافها بشكل عام إن هي نركز على السيدات اللي وصلوا إلى مراحل متقدمة من النجاح، ونشجع الأخريات أن يحذون حذوهم. فلما أنت تركزين على السيدات الناجحات في هالمجال أنت تشجعين غيرهم أن يلتحقون بنفس الخطوة ونفس الطريق، أن في النهاية يخدم المجتمع. فنجاح المرأة يعني المرأة لا تتجزأ، يعني المرأة مكملة للرجل والمجتمع ما يقدر يستغني لا عن المرأة ولا عن الرجل صحيح. فنجاحات المرأة في هالمجال أو خدمتهم للمجتمع أو التركيز عليهم هذا يخدم تشجيع غيرهم، بالنهاية احنا نكمل المجتمع هاي الفكرة. نعم. الأساسية. نعم. سيدة مريم، هل يتم استبعاد أي طلبات أو أي يعني أسماء بسبب أو في أسباب معينة لاستبعاد طلباتهم؟ في حالة واحدة يعني مثلا احنا القائمين على الجائزة او في مجلس ادارة مجموعة دبل الجودة اللي هم الجائزة منبثقة من خلالها ذوينا المرشحات اللي القائمين على تقييم الجائزة اهلهم ذويهم على اساس ما يكون في اي تحيز. نعم. ف
ما يعني هذا هاي الفكره الوحيده بس في الموضوع ان ما يكون في شفافيه وما في اي مثل ما نقول حوكمه. نعم ممتاز. حوكمه يعني ما في اي ذوي او اهل انا اقيم لشخص من اهلي، فبس هاي النقطه الوحيده ما في اي حد مستبعد غير عن هاي الشريحه. نعم جميل. بالنسبه لمجموعه دبي للجوده، هل تطلق ايضا العديد من الجوائز الاخرى التي تحفز الاعمال في دوله الامارات؟ بخصوص هاي الجائزة حالياً هاي السنة احنا طرحنا نقلنا النجاح اللي حصل في دولة الإمارات إلى جمهورية لبنان الشقيقة. حلو. وبالتعاون مع المسؤولين هناك نظمنا جائزة لبنان للسيدات المتميزات. نعم. اللي هي أعلنت دورتها الأولى هاي السنة ونتائجها بتطلع آخر السنة ديسمبر. نعم. فهاي يمكن هاي الخطوة الثانية اللي احنا نخطوها كمجموعة دول الجودة من محليا الى اقليميا. دوليا. نعم. يعني لجنة التحكيم تروح للبنان. احنا اللجنة. نعم. هي لجنة. انتم اللجنة تروحون للبنان تقومون بايضا استقبال طلبات من هناك لبنان. هم في لجنة منفصلة تابعت لنا تستقبل الطلبات، ولجنة التقييم نفس الإدارة التقييم اللي على جائزة دولة الإمارات هي اللي بتكون بتقيم السيدات، في رئيسة اللجنة هي مدام جوزيف. نعم. هي نفسها بتكون مسؤولة على التقييم، والصراحة لقينا إقبال شعبي كبير في جمهورية لبنان هالموضوع، وكان الطلب منهم والتواصل عن طريق الإخوان، والحمد لله هاي الخطوة الأولى، وفي المستقبل إن شاء الله خطوات بتكون. نعم جميل. حلو هاي الخطوة أنها أيضا تراون يعني أن كيف دولة الإمارات تشجع وتحفز المرأة العاملة في كل مكان، سواء كانت مواطنة أو غير مواطنة. أكيد نحن شاكرين وجودك ويانا اليوم. أنا بترك لك الفرصة لدعوة أخيرة لسيدات الأعمال وأيضا النساء العاملات للالتحاق بهذه الجائزة. تفضلي. والله أدعو كل السيدات اللي موجودين دولة الإمارات المقيمات من مهنيات وصاحبات أعمال أن يأخذون فرصتهم ويقدمون على هالجائزة. طلبات التقديم إلى 19/4. مكاتبنا في مجموعة دبي الجودة مفتوحة، عاملين ورش في كل الإمارات. إذا ما حالفكم الحظ أن تحضرون أي واحدة من الورشات، إحنا مفتوح أبوابنا للاتصال والسؤال عن أي استفسار، ونرحب فيكم أن تشاركون. وكل سيدة سواء كانت إماراتية أو مقيمة على أرض الوطن نجاحها إحنا نفخر فيه ودولة الإمارات تفخر فيه. يعطيك ألف عافية وشكرا لكم مجموعة دبي للجودة على هذه الجائزة، ونحن إن شاء الله أكيد بنكون متابعينكم لمعرفة الفائزات إن شاء الله، وأيضا خلال أعمالكم كلها خلال هذه الفترة. وأكيد المشاهدين يقدرون يتواصلون ويعرفون أكثر الشروط خلال الموقع الإلكتروني الخاص بمجموعة دبي للجودة، فيها أيضا كل الشروط للالتحاق بهذه الجائزة. شكرا لك مريم الفلاسي الأمين العام لمجموعة دبي للجودة. شكرا وصباحك سعيد إن شاء الله. إذا مشاهدين